لكن مش ان هو يوصل ان هو يقتلها. احنا مش عايشين في غابة. مش اي حد يحب واحدة يموتها، مش حقه خالص يعني، يحاسبها باي حساب تاني، مش كده، مش طريقة دي يعملها دي. بنرحب بيك معانا في واضح. اهلا وسهلا بيكي وبالساده المشاهدين، اتفضلي معاك. هل حضرتك متابع قضيه طالبه المنصوره نيره اشرف اللي اتقتلت على ايد زميلها محمد عادل؟ اكيد طبعا، لازم يعني كل الناس هتكون تابعتها. القضيه دي قضيه مهمه جدا واثرت في الناس كلها وخلتنا ان احنا ناخد بالنا من امور كتيره جدا خاصه بتعاملاتنا مع البنات. كنت انا في جامعه وعارف ومرتبط بكذا حد، يعني عمري ما فكرت التفكير ده. مش معنى الواحد يرتبط بواحدة ويحصل مشاكل بينهم يدفعوا حتى لو حصل ايه، ما ينفعش. هل شايف ان المحكمة اتسرعت في اصدار الحكم على القاتل؟ لا ما اتسرعتش. ليه؟ عشان ده طبعا احنا مش عايشين في غابة، وفي نفس الوقت مش حقه انه يعمل كده مهما يكون الظروف يعني. لا، هي المحكمة ما اتسرعتش في الحكم، هي المحكمة عملت كده عشان خاطر دي قضية رأي عام والناس طبعا مش ساكتة، فلازم المحكمة تعمل كده. ده شيء كويس ان هم ان هم سرعوا بالحكم، لان حرام اللي حصل دوت. برضو حرام، حرام ان هي تتقتل بالمنظر دوت وبالبشاعة ديت. انا شايف ان اتسرعت، كنا بس يعني منتظرين ان احنا نشوف دفع اخرى للموضوع، ولكن كان لازم تقول حكمها عشان هذا الرأي العام ليس إلا. هل أنت مع أو ضد إذاعة حكم التنفيذ على الهواء مباشرة؟ طبعا أنا مع إن الحكم يتذاع على الهواء مباشرة، لأن ده زي ما قلت قضية رأي عام، فلازم القاضي يعمل كده علشان خاطر الناس تاخد قرار أو تاخد موقف ويهدوا شوية عن الموضوع ده. ياريت، علشان خاطر كل الشباب تتعز وتشوف وتخاف. بس الأفضل يعني إن هو يتحكم عليه والخبر يبقى واضح، يعني إن هو اتحكم عليه بالإعدام، مش لازم مثلا يكون بس مباشر قدام الناس. دي يعني إعدام مش حاجة حلوة يعني. أنا ضد موضوع إنه يتذاع على الهواء خلاص، يعني هو خلاص إحنا عرفنا الخبر إن خلاص ده هيتم الحكم عليه بالإعدام، لكن يتذاع على الهواء أنا ضد ده، لأن ده مراعاة لأهله برضه، لأن أهله مش ذنبهم حاجة. هيدي بقى أنا بحب جدا 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 ان اي حكم يذاعوه في ميدان عام عشان كل الناس تتعظ. يعني لو قلنا مثال، مثلا واحد سرق اتقطع ايده في ميدان التحرير واليهود، حد يسرق تاني؟ الطعن على الحكم يوم 5 سبتمبر، شايف ان المحكمه هتخفف الحكم؟ اكيد مش هتخفف الحكم، بس اللي هو كل مجرم هياخد جزاءه او هيتحاسب على قد الجريمه اللي هو عملها، فلازم المحكمه مش هتتفاوض معاه في الحكم اكيد طبعا. لا طبعا، المفروض هو يتعدم قدام الناس كلها عشان يبقى عبره لغيره. قضيه كانت حاجة في وضح النهار قدام الناس كلها، فيديو متصور، وبالتالي يعني مش محتاج أي اختلاف أو حد أي مشكلة. هو مبدئيا ما فيش شك أن القضاء بتاعنا قضاء عادل، ولكن تخفف الحكم أو ما تخففش ده حسب الدوافع وحسب إعادة النظر في الموضوع يعني. السوشيال ميديا سبب لارتكاب الجرائم؟ لا أعتقد ما لهاش أي علاقة لارتكاب الجرائم. كل واحد له عقله اللي هو يعني يقدر يحدد ايه اللي هيعمله ايه اللي ما يعملوش. الموضوع ده ملوش علاقه، دي ترجع لحته ثقافه وتربيه. يعني احنا نبدا الاول نهتم باطفالنا وباولادنا، ده هيغير الموضوع تماما. ملوش علاقه بالسوشيال ميديا، اللي متربي وعنده مبدا مهما يشوف على السوشيال ميديا هو على مبداه. من ايام قليله اتسرب فيديو لنيره الجثمان بتاعها من داخل المشرحه، الممرضه سربته وتم القاء القبض عليها. ايه رايك في الفيديو ده؟ فيديو يعني منافي حتى لاخلاقيات المهنه او مساق الشرف الطبي، يعني ان انا اصور يعني جثه حد وان انا ازعها. انا ما اعرفش هي كان الهدف منها، هل هو كان ترند او الهدف كان ايه. فيديو بشع جدا وما لهاش الحق خالص اطلاقا ان هي تعمل حاجه زي كده، لان اولا دي اصبحت بين ايدين ربنا واصبحت من الموتى، فهي الموتى اولا لهم حرمه.